بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الإنترنت. اليوم إن شاء الله نشوفوا جديد سوق العملات الرقمية، ونشوفوا مجموعة من الأخبار، ونهضروا على لا كريبتو كيرونسي. صراحة مابقيتش كندير فيديوهات على لا كريبتو كيرونسي، ولكن إن شاء الله غنحاول ندير الجهد ديالي ونخصص شوية ديال الوقت ديالي للقناة اللي خاصني نعطيها الوقت ديالها. تري بيان. بالنسبه للناس اللي ما ابونيش معنا، يتابونوا معنا ويفعلوا زر الجرس، كل نهار ان شاء الله نعطيهم الجديد في عالم سوق العملات الرقميه خاصه، ومجال الربح من الانترنت عامه. 253 مليار دولار هو لا صوم ديال الماركت كاب تقريبا في الكوان ماركت كاب. عندنا 253 مليار دولار، رقم مشجع جدا. قربنا تقريبا في 250 مليار دولار، هذا مؤشر جد 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 ايجابي. 21 مليار دولار حتى هو مؤشر جد ايجابي تقريبا، بدينا كنقربوا ل 21 مليار دولار ديال التداول اليومي. هذا كيدل على القوه، وكيدل على ان لا كريبتو كورونسي بدات كتحرك. و39.7% دومينونس ديال البيتكوين قلات على 40%، هذا يعني ان الالت كوين بدات كتحجز ولا كتاكل من الماركت كاب ديال البيتكوين. وهذا امر ايجابي جدا، حتى هو في الصالح ديال المنافسه ديال لا كريبتو كورونسي. كتكون واحد المنافسه بين الارتكوين وبين البيتكوين. تري بيان، اللي وصل 8249 دولار، 140 مليار دولار، و54 مليار دولار في الايثيريوم، 550 مليار 550 عفوا دولار بالنسبه للرايبل، 0.73 دولار. البيتكوين كاش 950 دولار. كنت قلت لكم فاش كان 700 وشي حاجه ولا 800، كنت قلت لكم راه البيتكوين كاش غادي يوصل ل 1000 دولار، وتقريبا غادي يوصل ل 1000 دولار. اللايت كوين حتى هو فاش كان 117 116 دولار، كنت كنصح به، دابا 142 دولار. ايوس 9.36 دولار. صراحه ايوس منا كنصحوا به فاش كان بواحد دولار، دابا 9.36 دولار. الناس اللي خداو بواحد دولار داروا فوا ناف. دابا بالنسبه للكاردانو 0.27 دولار، وانا متاكد ان شاء الله غادي تمشي لواحد دولار اذا بقات القضيه غاده بحقها، وما كانوش اخبار لي نيجاتيف على البيتكوين، ان شاء الله توصل لواحد دولار. اظن ان الاخبار جميع ولا معظم الاخبار اللي جايه اللي كاينه رائجه حاليا هي اخبار ايجابيه تصب في مصلحه البلوك تشين على العموم، ومصلحه البيتكوين على الخصوص والعملات الرقميه. كنشوفوا مجموعه من المنتديات العالميه، كاين في اوروبا، كاين في دبي، كاين في امريكا، على البيتكوين وعلى البلوك تشين. مجموعه من الشركات ومجموعه من المواقع بداو كيديروا شراكات مع هاد سميتو. وكنشوفوا بانه يمكن ان امازون حتى هي تولي تخدم بالبيتكوين. يعني مجموعه من الاخبار اللي كتصب الصالح ديال البيتكوين. هذا دليل على ان كاين واحد اللوبي اللي كبير متحكم في سوق العملات الرقميه. طيب هو اللي كان بالنسبه لي هو اللي كان مصدر ديال مجموعه من الاخبار اللي ماشي الصالح ديال البيتكوين، باش هبطوا البيتكوين والعملات الرقميه لاقصى درجه عفوا، ل 6000 دولار بالنسبه للبيتكوين. والعملات الرقميه كانوا تقريبا محطمين، دابا الناس شراو شراو في القاع كما كيقولوا، شراو في الديب، ودابا غادي يحاولوا يبيعوا في الماكس. وبالنسبه لي انا نورمالمون على حسب التوقعات ديالي الخاصه، وهذا غير اراء ديالي في المجال، لان في شهر 6 العام اللي فات كنت حاضر في المجال، كنت حاضر في لاكريبتو كونوسي، وكنت عارف ان لاكريبتو كونوسي وصلت لاقصى درجه في شهر 6 وشهر 12. اظن ان غاديين في هذا الاتجاه، هذا غاديين باش يطلعوا شهر 6 ان شاء الله يكون في الطوب ديال لاكريبتو كونوسي، وصلوا العملات الرقميه يوصلوا لاقصى درجه. هذا في حاله ما كان شي خبر لي مؤثر، واخبار مؤثره على البيتكوين وعلى البلوك تشين. الاخبار المؤثره تقدر تكون لا ريغولاسيون، لي سكام، لي هاك، اون سي جامي. ممكن مجموعه من الاخبار اللي كتقدر تحطم ولا كتهبط ولا تفريني ستوبي لي بري ديال لا كريبتو كيرونسي. نكملوا اسعار العملات الرقميه. الكاردانو قلنا 0.27 دولار، تتجه الى 1 دولار ان شاء الله، واخا الهدف كيبان لكم بعيد، ولكن لاشارب ديال الكاردانو والخطى اللي غادا بها ثابته جدا. غادا بشويه، غادا دوسمون ولكن سيغمون. السيلار 0.36 يوطا 1.73 دولار.
نيو 73 دولار، مونيرو كيف ما قلت لكم مونيرو 236 دولار. المونيرو الداش كينقزو ماشي الثمن ديالهم، كيطلع واحد المستويات عالية جدا. نيم 0.38 دولار داش، 420 دولار تخون كيف ما قلت لكم. لو بروجي صراحة لا علاقة، ولكن ماركتين عندهم كبير وكبير بزاف، وعندهم واحد لا كوميونيتي، واحد لا كوميونيتي كبيرة هي القوة ديال هاد العملة هذه. بالنسبة للإيثيريوم كلاسيك 18 دولار، في شين 3.64 دولار، كوانتيوم تا هو عملة رائعة. أظن أن الكوانتيوم تقدر تنقز ل 50 دولار 60 دولار، لأن لا كونتيتي قليلة فيها والبوتونسيال عندها كبير، والتيم ولا أروع. بالنسبة لأوميز جو 15.67، باينوس كوين 12 دولار، ايكون 3.26 دولار. فوالا ايكون فاش كان 2 دولار 2 فاصلة شي حاجة كنت كنقول لكم خذوا ايكون، ولحد الان باقي 3.26 دولار. مزيان الايكون. الفيرج 11.61، عفوا ليسك 11.61 دولار، واظن ان الليسك غتوصل ل 20 دولار لان غادا تعيب شوية. اونتولوجي 4.40 دولار، عملة اللي برزات وعبرات على القوة ديالها. الفيرج اللي صراحة خدلات مجموعة من الإخوان على قبل البارتناريا اللي دارت مؤخرا، وخسروا الناس مجموعة ملايين ديال الدولارات، وخسروا خسروا الناس بزاف ديال البورتفوليو في الفيرج. أظن أنها كلات واحد القا قاسية، وما عرفتش أنا وليت كنت مؤيدين ديال الفيرج، ولكن البارتناريا اللي دارت لي رياكسيون الاخرين ديالها صراحه طاحت من طاحت عندي بزاف، وليت كنصنفها من اسوء العملات اللي كاينين حاليا. البيتكوين جولد 58 دولار، البيتكوين جولد اظن انه هو طالع المكانه ديالو على الاقل 100 دولار. بالنسبه للزيكاش 254 دولار. صراحه البيتكوين جولد، زيكاش، مونيرو، هادو عملات اللي رائعين جدا. ستيم استمتعنا في 3.3 دولار، غادي يرجع للمستوى ديالو 5 دولار ان شاء الله. جد انا جد متفائل بالنسبه للكريبتو كورونسي، ديما كنت متفائل وكنشوف غير كنشوف الحوايج الايجابيين، كنحاول ما نشوفش الحوايج السلبيين، رغم ان بعض المرات كتكون شي حاجه اللي ولا كيكونوا شي نتائج اللي غير متوقعه، ولكن كنبقى ديما نحاول في الكريبتو كورونسي وفي مجال الربح على الانترنت، حتى نوصلوا ان شاء الله المبتغى ديالنا، ونوصلوا لانديبوندونس فينونسيير، ولا الاستقرار، ولا الحريه الماليه كيف ما كيقولوا. بالنسبه لستراتيس 5.70 دولار، ستراتيس الاخوان 5.70 دولار، الويف 5.11 دولار، كنعطيكم العملات اللي صراحه عندها واحد البوتونسيال كبير. زيليكا قادمه بقوه تقريبا 0.60 دولار، مجموعه من العملات حنا كنشوفوا غير توب لو توب 100. توب 100 علاش كنشوفوا التوب 100؟ كنركز على التوب 100 لان التوب 100 كيكونوا قد ما هبطتي من التوب، من المرتبه الاولى، والا لو ريسك كيطلع قد ما هبطتي من المرتبه الاولى لو ريسك كيطلع، ولكن لو ريسك كيطلع حتى لو كان كيطلع. يعني الا استثمرتي في المراتب الاخيره مثلا، كاين عملات اللي يقدروا وصلوا لواحد المستويات عاليه، ولكن كيكون واحد لو ريسك اللي كبير وكبير بزاف. قبل ما نطول عليكم الهضره، كاين مجموعه من العملات اللي باغي المزيد من الشروحات على العملات، ولا عنده شي استفسار يقدر يدخل عندنا لجروب تيليجرام، نقدروا نشوفوا مجموعه من الاخبار هنا. بالنسبه ليا يان بالينا اللي معروف في الكريبتو سبيس، ومعروف في المجال ديال لي زاي سي او، هو تقريبا من اكبر لي زادفيزور اللي كاينين في لي زاي سي او في اليوتيوب. لاشين ديالو تقريبا فيها اكثر من 100,000 منخرط، انه وقع عليه واحد الهاك، وتهاكا من ماي ايثر واليت، تهاكا تقريبا بجوج المليون دولار مشات ليه من الواليت ديالو، وهذا صراحه خطا كبير. انا بنفسي تهاكيت في الهاي تي بي تي سي، هو مشات ليه جوج المليون دولار. بس تعرفوا ان قد ما كان لو بورتفوليو، قد ما ان المجال فيه واحد ريسك كبير، واكبر ريسكين هو الهاك، لان تقدر تكون عندك 1 مليون دولار ولا ما كانش عندك سيكوريتي، الغدية تلقى راسك عندك زيرو دولار وما عندك ما تقول. هذا درس خاصنا كلنا نتعلموه، ونحاولوا ماكسيميزيو السيكوريتي ديالنا،
سواء لي جرنانو ولا تريزر. تريزور اللي كان عندنا العملات الداعمة لهاد الواليت. سينو نحاولوا نديروا الماكسيموم دو سيكوريتي، 2 اف ا تكون خدامة، لي مود باس ما يكونوش بحال بحال اتسيتيرا. وحضروا راسكم بزاف. انا الايميل ديالي ديما كيكونوا دي زانتروجون، بدلت لي مود باس كاملين، حاولت نطور شوية من السيكوريتي، ولكن ديما كنحاول نبدل لي مود باس اتسيتيرا باش ما وقعش ليا اللي وقع ليا. وكانت مشات لي $800 تقريبا من الهايت بي تي سي، والاخوان عارفين هذه القضية في الجروب تيليجرام. بالنسبة للسيف درويد، صراحة انا ما كنشرحش لي زايسيو بزاف، لي زايسيو اللي شرحتهم قلال بزاف وقلال، والحمد لله حتى شي واحد فيهم ما كان سكام. ولكن الاخوان اللي كنعرف، العديد من الاخوان انهم انفيستو في هذا الاي سي او للسيف درويد، سميتو وقعت واحد الضجة كبيرة في هذه الايام على قبل هذا الاي سي او، هذا الباحث تقريبا، بان هذا السيد لو سيت ديالو ما بقاش خدام، لو جروب لو تيليجرام ما بقاش هو ما بقاش كيجاوبوا لزادمين. ربما ان كان واحد السكام، وعاود تاني رجع لو سيت، ما عرفناش الخفايا اللي كاين. ولكن الناس تخلعوا على الاستثمارات ديالهم، لان راجت في وسائل الاعلام ان هذا الاي سي او سكام، والناس ضاعت فلوسها. لحد الان باقي الناس ما عارفينش اش واقع. رجعوا هاد صحاب الاي سي او قالوا في واحد لا فيديو، احنا غير كنا كنجربوكم باش تعرفوا ان لي زاي سي او راه خطر، ما خصكمش تانفيستيو فيهم. ولكن كان واحد الانتقادات كبيرة وكثيرة بزاف صراحة. سيف درويد طاح بزاف القيمة ديالو، ولا عملة وخرج في السوق، اظن ان ما غاديش يكون عنده عليه واحد الاقبال، بالعكس الناس غتبيع بزاف، نظرا لانهم فقدوا الثقة في هاد لا كريبتو كورنسي اللي هي سيف درويد، ولا في هاد الاي سي يو. شفت مجموعة من الاخبار اللي بان ليا صراحة ما غاديش نقدر نطرقو ليهم كاملين. نشوفوا غير اليوتراست واقيلا داروا دو فيرست بيمنت، يعني دوزو اليوم واقيلا اول بيمنت في الموقع، وهذا خطوة ايجابية جدا. تقريبا شفت الخبر، شو الصباح واقيلا هو هذا، انهم داروا دو فيرست بيمنت، تقدروا تشوفوا في تويتر ديالهم دو فيرست بيمنت. اظن ان اليوتراست غادي يطلع، وغادي يطلع واحد المستوى كبير كبير بزاف، لان الناس خدامين ماشي سكام، الناس خدامين. شفت التيم ديالهم، شفت الناس كيفاش خدامو، درت ابحاث على التيم ديالهم، كيبانوا ليا سون سيريو. وكنت شرح وكنا صراحة كنا انفستينا في اليو تراست فاش كان بواحد دولار، ولحد الان مهولين اليو تراست، وكنتمناو يوصل لواحد دولار، وصل وفوت واحد دولار، لان اليو تراست والبوليمات والارك بلوك كما قلت لكم، هادو هما العملات ديالنا اللي مخلينهم ان شاء الله للمستقبل، ونقدروا نموديفيو لا ليست ديالنا الى بان لنا شي عملات اكثر اللي اكثر، ويقدروا يكونوا عندهم واحد الهامش ديال الربح كبير وكبير جدا في المستقبل. نشوف في الكوان ماركت كاب، نشوف اليو تراست صراحة كانت وصلت ل 0.1 دولار. الاخوان في الجروب قلت لهم ما تبيعوش، غير صبروا، كيبغي هادشي الصبر، واللي باع هو اللي كيكون تقريبا خسر الاموال ديالو. الصبر ان شاء الله، اظن ان اليوتراس قادمه بقوه، شفتو الى تليستات في شي عمله دابا 0.21 دولار، 0.21 2610 ساتوشي. كنا حنا شريناها في هذاك الوقت ب 5000 ساتوشي تقريبا، بين 4600 و 5000 ساتوشي، يعني عندنا 50% ديال لا بيخت في البيتكوين. هو كان الثمن ديال الدولار ديك الساعه، كان الثمن ديال البيتكوين كان طالع بزاف. اظن ان اليو تراست ان شاء الله غترجع، وغترجع بقوه. عندنا البوليمات حتى هي ما تنساوهاش، بوليمات كاين لو بروجي زيليكا، حتى هو اللي بغيتكم تقلبوا عليه، البروجي زيليكا بروجي رائع جدا. بوليمات حتى هي غادا بواحد الطريق اللي طريق سميتو صراحه. بوليمات بالنسبه لي انا هي العمله صراحه، هي اللي مستثمر فيها باش نكون واضحين. بوليمات هي المستثمر في العمله الوحيده اللي كان مستثمر فيها 100% في لو لون تيرم. وما عرفتش انا واش غادي، واش سيغمون غادي، بالنسبه لي انا دير في الثقه، وقلت انا بوليمات غادي تاخذ نفس المسار ديال ايوس، وغتقدر توصل لواحد المستويات واحد 10 دولار، واحد لما لا اكثر في الاشهر القادمه. وهذا غير ماشي انفيستي، ماشي والنصيحه للاستثمار، هذا غير رايي الخاص
ديالي. الله يخليكم، هذا غير الرأي الخاص ديالي. حتى شي واحد ما انفيستي في بوليمات ويجي يقول لي لا راه انفيستي انت اللي قلتيها لنا. كل واحد يتحمل المسؤولية ديالو. الله يجازيكم بخير. فوالا، نتمنى نكون توفقت الشرح ديال هذه الحلقة. ساندونا باللايك والكومنتار، صراحة لي لايك ديالكم ولي كومنتار هما لا سول موتيفاسيون اللي بالنسبة لنا في القناة. كنضيعوا بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد باش نجيبوا لكم لافورماسيون، وعلى الاقل ساندونا بلايك وكومنتار لا فيديو وبارتاج. الله يجازيكم بخير، نتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.